السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساء الجميع بكل خير. اذكر الله لا إله إلا الله، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحقيقة هذا موقف أنا أشوف أنه أصعب موقف مر علي في حياتي، لأن الأمور كلها تهون إلا ضيف ما تعين عشاه إلا بشق الأنفس. والله يسر الأمر، والرزق مع وجه الضيف، متى ما جاك الضيف عن الله، الضيف اللي حاده عليك حدد، حاده عليك شيء عن الله جاك بالرزق. طول العمر في جدة سنة والله ما أدري هي 19 ولا حولها ولا 20 ولا 1420. مهمنا احنا في صيفية وفي حر شديد، وديت عيالي يصيفون ويسلمون على أهلهم وقت الصيفية وقت عطلة المدارس، ورجعت أدور لأسباب الرزق، لأن الرزق كاتبه الله لك، لكن يقول اسعى يا عبدي واسعى معك. المهم يا طول العمر وأنا في البيت في العصر وأبغى أخرج، ما أدري وين أروح، طايقة تنبي الأرض، ما في جيب إلا 35 ريال. المهم عاينت التلفون يدق، التلفون عندي الواحد من الجماعة الله يرحمه يسكنه الجنة، المسعود بن مرجع أبو دبيل، أسأل الله أن يضيفه الجنة. طلع له عدة تلفونات، أعطاني منها واحد، قال حسابه مدفوع ولدك. المهم أن الرجال هذا ما عينت إلا الجوال يدق، يقول والله أني برجال على الطرف الثاني، السلام عليكم. عليكم السلام. لو والله أنه رفيق لي قريب، أنت في البيت؟ قلت الله الله. قال لا تروح من عندك، لا تظهر ولا شبر، خليك عند الباب لين اجيك، لا تروح. الله انا استغربت من نبرته، قلت الله يحييك، انا استناك. ولي والله وين اتكلم؟ قال انا اتكلم من حي البوادي. قلت الله يحييك انتظرك. ركبت بقهوه وركبت بشاهي، والله ما في البيت الا تمر ولا القهوه والشاهي والسكر. المهم استنيت، لا والله ان هذا يوم معاي الا السيارة مجبلة علي سيدان فيها 7 رقيقيل، الشايب اللي كلمني قدام، واخوه يسوق به، وعياله وعيال اخوانه 5 ورا في المرتبة الخلفية. رحبت بهم، يلا حيهم مرحبا ومسهلا. قلطوا في المجلس، الرجال لابس غترته، غترته فوق راسه شماغه. قلطهم في المجلس ودخلت المطبخ وبهرت القهوة، حطيتها في صحن وقدوع، وجيت عودا صوبهم يوم عود هو قد نزل غترته شماغه، معلش ماني باسم الشماغه لا الغتره، الاسم القديم له، من شب عليه شاب عليه. المهم يا طول العمر لهم نزل ان شماغه، لا والله راسه ما فيه مطرح اصبع الا ما فيه لزقه وفيه خياط. وانا اعتزي بغيت افك القهوه، رجال ايش علمك؟ عسى ما خلف على. قال اجلس اجلس، انتبه على نفسك، حنا علينا حنث يعني علينا ذنب، انتبه على نفسك لا يجيك ما جاء غيرك ولا ما جانا، توكل على الله، خلني اجلس وخلني ارتاح، ولا والله ما يكتب لي شيء، انا سببه انا في وجه الله، قد حلف من اول، اول ما جاء حلف. يوم شفت راسي قلت على الطلاق، ما انت عش الا شحم، لو اذبح لك ادمي. انما الكلام كيف راسك ايش علمك؟ قال انا جينا قبل ليلة الاول، الليل الاول مع دوار المواسير في نهاية شارع التحلية في الكورنيش في جدة، قالوا هي جينا ذاك الخبيث وهو يشطبنا، وحنا اخذنا 4 مقالب الا والله موترنا على الرصيف هناك منقلب على الاربع، قد خذها 4 مقالب لان انا وعوالي الثلاثة في الزفت الطيحان، ولا والله ما فينا الا العافية ولا فينا الا مشوخم ما هي بشيء. قال ونروح المستشفى، قال يوم رحنا المستشفى قالوا هم يخيطون في راسي خياطات ويعالجوني ويحطون على هشاش، ولا الشباب بخير وما فيهم شيء، ولا فينا ما فينا الا جروح مشوخ بسيطة الا راسي قال فيه شقوق. يقولوا وجاني اخوي فلان اللي كان يسوق بهم، جاني قالوا يوم جانا قال طلعنا قال والله ان عشيكم، قالوا احنا جمعة شارع حرة، قالوا نقطع الشارع ندور مع ذاك المدور، وهو يجينا ذاك تربة ذاك الحظ اللي طاير ما شفناه، قال هو يصفقنا، قال له والله سيارتنا مثل الكلوب.
قالوا لي احنا اللي في الشارع طايح، واللي يقولوا جاتني عايرة الباب ضربتني في راسي وشقت راسي من القرن لتحت الاذن ورا من خلف الاذن. قالوا رجعنا في المستشفى للساعة 7. قالوا يوم رجعنا في المستشفى للساعة 7 قالوا ونخلص منهم وخيطوا وحطوا وجبروا وزينوا وكشفوا علينا كلنا ولحن سليمين من غير الشق اللي في راسي. قالوا وهو يروح عند ولد خاله، عند ولد خاله الله يرحم خاله ويرحم ابوه ويرحمه برضه رفيق جيده، توفى واحد من الشباب اللي كانوا معه، اسال الله لهم الرحمه. الموت ياكل في العرب والناس ما تدري، وانت يلي عايش ترى الموت في اخر الحبل فانتبه لنفسك. المهم قالوا نروح عند فلان، قالوا اذبح لنا خروف، قالوا نتغدى، قالوا نرقد. عقب الغدا ما رقدنا، قال رقدنا يوم جينا افطرنا ونمنا، قالوا قمنا صلاة الظهر وصلينا، قالوا قلطنا على غدانا وتغدينا، قالوا نمنا ثاني مرة شوي، قالوا لا والله الصايح الصايح في البيت. أثر الرجال فيه لمبة في المطبخ، ظهر على الأسطوانة يبغى يصلح لمبة، قالوا هي تحول به الأسطوانة اللي هي جابت النيد ليده من جبه من كسر. قالوا وديناه المستشفى وفزع إخوانه وعياله رفيجهم ذا اللي تغدوا عنده نسيبه ولد خاله. قال أقو خلونا، يقول العيال خلوهم نروح صوبك، أن مات قبرناه ومتنا بخلوه يقبرنا، لا عاد تودوني له حد ودوني له، يقصدني أنا. واتصلت عليك وجيناك وعفاك، قلت علي الطلاق ما انت عش الا شح، وعود خليهم يتقهون وطار من عندهم، والله ما في جيب الا 35 ريال، ولا والله ما عندي حساب في البنك، ولا اللي بيحول لي ولا بكلم رجال اللي يحول لي وهو برا جدة مشكلة، بيروح يمسك سلم في البنك ويحول حواله ويرسل لي الرقم وما أدري متى تجي، وأروح أدور وأتصلي على رجال قال والله ما عندي شيء وهو عنده بس إنه يبغى يدبني زعلان علي. قلت الله يقعك، وهو يصيح فيه وأنا أسكر، وأنا أروح للرجالي والله أنا مفشق والبعق من ذاك اليوم لذا اليوم، لقاك المحتاج يا أخوي وهو دون وجهه، فلا تبخل عليه بجميع ما تملك، لا تبخل عليه، في يوريك الله العدم وعدم الوفق توعينك. وانا اجيهم قالوا عش اكلهم، قلت عندي ضيفان يبغى لي دراهم، قالوا عش من دجاج لكم هبت الله. عود اظهر قلت لا تقولني العش ولا اشوف وجهكم. اروح لذاك اليوماني جيت قديته من اول العشي كلمته، قال والله يا اخي ما عندي الا انا مستاجر بالفي، والله ما عندي الا خروف عنه في الحوش، والله يا ابن الحلال اني ما املك، كنت بعطيك بطاقتي وبخلي سيارتي عندك وبخلي كل شيء عندك، بس عطني الطلي ذا خلني عشي ضيفاني هم يفرقها الله. قالوا اقسم بالله ما املك غيره، اشتريه ب 400 وابيعه ب 450 واطبخه ب 120، معي منها 170، ما ادري ايش الهلي في اليمن ولا ويش الاجار ولا عيشتي هنا من غير اكل من بقايا الرز اللي اطبخه للعزايم، لكن تدري لك مني ان خلي ذا الطلي لو يجيني فيها 10,000 والله ما اذبح هذا الليل الا لك، روح دور لك دراهم واعطني اياها وتعاني والطلي ذا على حسابك، ومتى ما جيتني فساعه ونص وعشاك في الصحن، وعود اروح الف الف لين بدل المدن والله ما عينش من صلاة العصر للمغرب والله ما عينت ريال. أجي من عندك البقالة كنت حولها رايها قالها المحميد منها القصيد، وأنا اللي هو جالس هو نماه ولده هو شاب جالس معه بجر في حضنه، وأنا أجيه قلت يا فلان أنت ضيف والله ما عندي عشاء أبغاك تفزع، قال أبشر أبشر باللي تبي، لو تبغاني أريوس بدنا وأحمل البقالة فلوسها واللي فيها، يقول المحميد هذا القصيم الله يبيض وجهه ويجيكم. واقوم عطني 650 واروح لليمان يخلص لنا العشاء، واخذ العشاء عقب العشاء يمكن بنص ساعه ونقلطه ونخلي منها الايادي القدم الجنوب اليد والضروع ونخليها ونطبخها يومين، واجلس انا ورفيجي ذا وعياله في البيت ونستانس لنا يومين، كان مشروب تمسنا يوم راح ان الله يبث علي الرزق بث، والله ما عندي ما وين احط وين احط هذه الارزاق اللي جاتني، عمل ب 10,000 وارض ان استاجرتها لشركه ب 5,000 ورع الشركه ذي اعطاني 5,000. السلام عليكم، انتهى الوقت والله يحفظك.